بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الفقرة إن شاء الله سنتحدث في الإعلانيات الانفورماتيك. في أول فقرة بطبيعة الحال سنتحدث في نوسيون دو باز دو الانفورماتيك، مفاهيم القاعدة في الإعلانيات. نتحدث هنا عن مفاهيم القاعدة. طبعا الحال المقصود هنا نتحدث عن المفاهيم الأساسية. طبعا الحال لا باز هي القاعدة، هو ما يرتكز عليه. نتكلم مثلا عن قاعدة جوية باز أيغية، نتحدث عن القاعدة التي يبنى عليها المنزل. إذا كلما كانت القاعدة صلبة وقوية كلما كان البناء الذي سيأتي بعدها يكون قويا. إذا هنا نتحدث عن لا باز، نتحدث عن القاعدة. هنا طبعا الحال نتحدث عن نوسيون دو باز، كما نتكلم عن مفاهيم القاعدة. المقصود هنا أننا سنتحدث عن المفاهيم الأساسية التي ينطلق منها لفهم الإعلاميات، هذا هو المقصود هنا. إذن نوسيون دو باز دو لانفورماتيك، مفاهيم أساسية للإعلاميات. ديفينيسيون دو لانفورماتيك، ديفينيسيون تجي من فعل ديفينير عرف. طبعا الحال ديفينيسيون هو التعريف، هنا ديفينيسيون تأخذ اس في الاخر ديالها، هنا نتكلم عن ديفينيسيون باس في اخر الكلمة. اذا نتحدث عن تعريف، اذا تعريف الاعلاميات ديفينيسيون دو لانفورماتيك. ديفينيسيون التعريف، لو مو انفورماتيك كلمة الاعلاميات، ا اتك خيي اخترعت، لو فيرب خيي هو فعل اخترع ومنها لا كرياسيون يعني الاختراع او الخلق. اذا لو مو انفورماتيك ا ايتيك كري يعني كلمه الاعلاميات انها خلقت او اخترعت فيغ 1960 يعني انها اخترعت وخلقت في هاد السنه. ابارتير يعني انطلاقا، ابارتير يعني انطلاقا دو دومو يعني انها خلقت انطلاقا من كلمتان. ما هي هاد الكلمتان؟ انفورماسيون اي اوتوماتيك. اذا عندنا كلمه انفورماسيون المقصود بها الاخبار او الاعلام، اي اوتوماتيك شيء ما ذاتي المقصود بها الي او ذاتي يعني ذاتيه الفعل، يعني تنتكلموا على واحد الفعل اللي تيحدث بنفسه بدون تدخل الانسان. اذا نتكلم عن هذا الشيء نقول عنه اوتوماتيك. اذا نتكلم عن اخبار ثم نتكلم عن اوتوماتيك يعني ذاتيه نفسها تحدث فعلا. إذن هنا نتحدث عن فعلين ستقوم به الآلة بدون تدخل الإنسان. بمعنى آخر كما سنعرف هنا نتحدث عن الحاسوب الذي هو ليس بإنسان والذي سيقدم فعلا مهما يتعلق بمعالجة الأخبار، طبعا تعطيه معلومات ويعطيك معالجة لهذه المعلومات. إذن هنا نتحدث عن معالجة للمعلومات من خلال الحاسوب، إذن فهي تقريبا كأنها ذاتية المعالجة. إذن لو مو انفورماتيك ا ايتيك خيي فيغ 1960 ا بارتير دي دو مو انفورماسيون اي اوتوماتيك. بيان سور سي لا سيونس، سي لا سيونس هو العلم كي سوكيب الذي ينشغل او يهتم دو تريتمون اوتوماتيك دو لانفورماسيون، الذي يهتم بالمعالجة الذاتية للأخبار او للإعلام دو لانفورماسيون باغ لوتيليزاسيون يعني باستعمال. طبعاً حتى نتكلم على الفيرب اوتيليزي يعني استعمال، هنا لوتيليزاسيون يعني استعمال دو ماشين كوم مينيمون، يعني نتحدث هنا عن آلة كوم مينيمون. كما لو نتكلم عن عموميا او عامة ابلي اورديناتور يعني انها تسمى اورديناتور تسمى حاسوب. اذا هنا نتحدث عن معالجة اخبار، معالجة اعلام بصفة عامة، معالجة هذه المعلومات من خلال آلة. طبعا الحل الحاسوب هو آلة، آلة تنشغل بمعالجة المعلومات. إذا المهمة الخاصة بهذه الآلة هي معالجة هذه المعلومات. إذا معالجة هذه المعلومات من خلال هذه الآلة نسميها انفورماتيك. طبعا الحل المعالجة أنك تتسجل كتابة، تدخل حسابات، ثم أن هذا الحاسوب يعطيك مثلا رسما مبيانيا أو تعطيه مثلا معلومات فيستخرج لك مثلا فيديو، مثلا هناك أنظمة تدخل لها معلومات
فتخرج لك فيديو كالتي نعمل الآن. إذن لو مو انفورماتيك ا ايت كريي فيغ 1960 ا بارتير دي دومو انفورماسيون اي اوتوماتيك. C'est la science qui s'occupe du traitement automatique de l'information par l'utilisation de machines communément appelées ordinateurs. إذن هاد الإعلاميات التي بطبيعة الحال ظهرت كاسم منذ 1960 والتي ظهرت انطلاقا من الكلمتين اللتان ذكرناهما يعني الإعلام ثم الداتية. إذا نتكلم عن الداتية داتية المعالجة ثم نتحدث عن الإعلام المعلومات التي سندخلها للحاسوب. بمعنى آخر نحن نتكلم عن علم ينشغل ويهتم بمعالجة ذاتية للمعلومات باستعمال ماذا؟ باستعمال آلة تسمى أورديناتور تسمى حاسوب. Le mot information est également utilisé pour désigner le secteur industriel des technologies de l'information. كلمة informatique ou bien information أما تتعني هذه المسألة التي ذكرنا الآن معالجة المعلومات من خلال هذه الآلة التي تسمى حاسوب وأيضا تطلق على est également utilisé pour désigner le secteur يعني أنها تطلق أيضا للدلالة على القطاع industriel industriel يعني الصناعي des technologies للتقنية أو للتكنولوجيا de l'information. إذا بطبيعة الحال كلمة informatique أيضا أو information أنها تطلق أيضا على الصناعة التكنولوجية للإعلام كل ما يتعلق من صناعة بهذا الإعلام أيضا تسمى information أو بيه informatique. طبعا الحال بالحديث عن هذا المجال لابد وأننا سنتحدث عن أساس هذا المجال. إذا طبعا الحال سنتكلم عن الأورديناتور سنتكلم عن الحاسوب. ديفينيسيون دان أورديناتور ديفينيسيون دان أورديناتور تعريف حاسوب أو بما يصطلح عليه PC المقصود بها باللغة الإنجليزية Personal Computer. إذا نتكلم عن حاسوب شخصي إذا نقول PC. إذا ديفينيسيون دان أورديناتور إذا تعريف الحاسوب في لا ديفينيسيون دو لانفورماتيك بالنظر لتعريف المعلوميات بالنظر إلى تعريف المعلوميات في طبعا حتى نتكلم هنا على لوفاب فواغ رأى هنا عندنا في كما نقول مرئي ولكن المقصود هنا بالنظر. إذا في لا ديفينيسيون دو لانفورماتيك بالنظر لتعريف الإعلاميات أن أورديناتور إي دونك أون ماشين بالنظر لتعريف الإعلاميات كما قلنا قبل قليل بأنها هي معالجات الإعلام من خلال آلة تسمى لورديناتور تسمى حاسوب. إذا بالنظر للتعريف إذا أن أورديناتور إي دونك أون ماشين إذا الحاسوب هو آلة كابابل دو تخيطي أوتوماتيكمون يعني هي قادرة كابابل يعني أنها قادرة دو تخيطي طبعا تكلمنا قبل قليل عن لو تخيطمون يعني المعالجة. إذا هنا عندنا الفعل اللي هو تخيطي إذا هذه الآلة قادرة قادرة على ماذا؟ كابابل دو تخيطي أوتوماتيكمون دي دوني انفورماسيون إذا هي قادرة على معالجة أوتوماتيكمون يعني ذاتيا بدون أن يحركها الإنسان أو يديرها الإنسان إلى آخره. إذا هي ذاتيا تقوم بالمعالجة طبعا الحال حسب كل نظام. إذا إت اون ماشين كابابل دو تخيطي أوتوماتيكمون دي دوني إذا هي آلة قادرة على المعالجة بشكل ذاتي دي دوني على المعالجة للمعلومات. هنا عندنا للمعطيات طبعا الحال أنت تعطيها معطيات تعطيها فيديو تعطيها أرقام تعطيها كلمات تعطيها نصوص إذا فتقوم هذه الآلة بمعالجتها. المعالجة تعني أنك تدخل عليها تعديلات هذا الذي أعطيته للآلة تدخل عليه تعديلات. إذا كابابل دو تخيطي أوتوماتيكمون دي دوني إذا هي قادرة على معالجة بشكل ذاتي دي دوني للمعطيات المقصود بالمعطيات انفورماسيون يعني اخبار او اعلام سيزي طبعا حتى نتكلموا على لوفير سيزير تدخل هذه المعلومات كتابه. اذا سيزي اون اونتري يعني بالدخول طبعا الحال كما تنعرفوا بان لوحه المفاتيح هي تصلح لادخال الكلمات والارقام. اذا هذا الحاسوب سيتلقى هذه المعلومات اذا انت تدخل للحاسوب
هذه المعلومات وهذه الأرقام من خلال لوحة المفاتيح. أبعد الحال ليس هناك فقط لوحة المفاتيح هي التي تصلح بإدخال المعطيات للحاسوب، ممكن نستعمل ميكروفون مثلا لإدخال الصوت إلى الحاسوب من أجل معالجته، ممكن أننا نستعمل كاميرا من أجل إدخال صور وفيديوهات إلى الحاسوب. إذن كل ما يصلح لإدخال معلومات ومعطيات إلى الحاسوب إذن نسمي ماذا؟ نسميهم البيريفيريك دونتخي. لا بيريفيري المقصود بالمحيط، نتكلم مثلا عن محيط دائرة أو حتى ما يحيط بالمدينة، كل الذي يحيط بالمدينة من قرى أو أحياء إلى آخره يمكن أن نسمي هذا لا بيريفيري، إذن المحيط. إذن هنا نتكلم عن بيريفيريك دونتخي. الحاسوب ممكن أن يكون محاطا بعدة معطيات، محاط بالطابعة، محاط بالبوقين مثلا أبواق، محاط بلوحة الأزرار، ممكن أنه يكون محاط بعدة ملحقات. إذن هذه الملحقات التي تكون مرتبطة بالحاسوب إذن نسميها بيريفيري. لكن هنا نتكلم عن بيريفيريك دونتخي، نتكلم عن ما يحيط بالحاسوب ولكن التي تستعمل في إدخال المعلومة، مثلا كما قلنا لوحة المفاتيح، ميكروفون إلى آخره. طبعا هناك بيريفيريك دو سورتي، إذن هناك ما يحيط بالحاسوب ولكن تستعمل لإخراج ما يعالج الحاسوب، مثلا البوقين، مثلا الطابعة، طبعا الحال تظهر لنا ما يخرج الحاسوب من كتابة إلى آخره ومعالجة. إذن نتكلم هنا بطبعا الحال عن آلة القادرة على المعالجة بشكل أوتوماتيكي أو آلي أو ذاتي ديدوني، القادرة على معالجة المعطيات أو information يعني الإعلام أو الأخبار. سيزي أو نونتخي، طبعا حتى تتكلموا على الفرق سيزير سيزير، طبعا الحال الفرق سيزير تعني أمسك ب أو سيطر على أو قبض على شيء أو قبض على بقوة. إذا نتكلم على الفرق سيزير هنا نتكلم على المعلومات بأنها سيزي، بأنها ممسوكة كما نقول، أو بأنها محتجزة إن صح التعبير كما نقول في الدخول لتدخل إلى الحاسوب. إذن عموما نتكلم عن الحاسوب هو آلة قادرة على معالجة المعطيات من خلال ما يتم إدخاله لها من المعطيات والمعلومات sur la base d'un programme، على قاعدة نظام أو برنامج. إذن طبعا الحال ممكن أننا نعالج مثلا الكتابة من خلال برنامج يسمى الوورد أو مثلا الإكسل. إذن ضروري يكون عندنا واحد النظام اللي تعالج لنا هاد الموضوعات. إذن sur la base d'un programme qui définit، هاد الآلة طبعا الحال تعالج لنا معطيات وأخبار وإعلام من خلال نظام، على منصة نظام أو على قاعدة نظام. sur la base d'un programme qui définit la séquence، الذي يعرف المتتالية. طبعا الحال كل برنامج موجود في الحاسوب إلا وهو مبرمج ليقوم بمتسلسلة بمتتالية، بحال شي آلة تدخل لها واحد الشيء في البداية ديالو وتياخذ واحد المجموعة ديال المراحل في هاد الآلة وفي الآخر تيخرج بواحد الشكل، في الآخر تيخرج بواحد الشكل. كذلك هاد البرامج الموجودة في الحاسوب كل برنامج إلا وعنده واحد الدور، يعني أنه تيكون مخصص في واحد الملفات معينة، ميمكنش مثلا تجيب فيديوهات ويقبلهم لك الوورد، علاش؟ لأن هاد الوورد تيخدم فقط مع الكتابة ومعالجة النصوص. ثم أنه من تدخل له هاد المعطيات تيمكن ليه يخرج منك بواحد الشكل معين، ممكن أنه يكبر الكتابة، ممكن أنه يعطي ألوان الكتابة، ممكن لك تقوم بتغييرات على الكتابة إلا من خلال هاد البرنامج. هاد البرنامج هو اللي غيخليك تعمل كتابة مائلة غليظة سوداء حمراء تسطر عليها. هاد البرنامج بطبيعة الحال على الحاسوب هو اللي تيمكن من هاد المعالجة، من هاد النوع ديال المعالجة. ملي تنتكلموا على هذا البرنامج هذا ما تعنيش باننا تنقصدوا فقط الوورد، اذا ممكن اننا نجد برنامج اخر يقوم بنفس المهمه. هذا لا يعني بان هذا البرنامج هو الوحيد الذي يقوم بهذه المعالجه على الحاسوب، بل هناك برامج عده تقوم بنفس المهمه، فقط ان هذه البرامج مخصصه في هذا الدور، لا يمكن انها تعالج مثلا الفيديوهات. والبرامج التي تعالج الفيديوهات يعني انها تكون مخصصه فقط، تقريبا تكون مخصصه في هذا الدور. اذا sur la base d'un programme qui définit la séquence،
دي زوبيراسيون ا افيكتوي. اذا بطبيعه الحال هذا الحاسوب هذه الاله تقوم بمعالجه النصوص والمعطيات الى اخره من خلال برنامج كيديفيني الذي يعرف. بطبيعه الحال هذا البرنامج تعريفه في مهمته، تعريفه فيما يقوم به، كيديفيني لا سيكونس الذي يعرف المتتاليه. ما معنى هذا؟ يعني انك تدخل له معطيات معينه، هذه المعطيات من خلال تعريف هذا البرنامج انه يقوم بمراحل معينه منذ البدايه والى النهايه. هذا هو المقصود بهذا كيديفيني لا سيكونس، يعني انه يعرف المتتاليه التي من خلالها ستاخذ هذه المعطيات منحى معين الى ان تعالج هذه المعطيات. اذا كيديفيني لا سيكونس دي زوبيراسيون ا افيكتوي. اذا افيكتوي يعني انجز. اذا نتكلم عن متتاليه دي زوبيراسيون للعمليات، نتكلم عن متتاليه للعمليات ا افيكتوي للانجاز. اذا بطبيعه الحال كل برنامج حسب تعريفه يتضمن عمليات معينه، انت تعطيه معلومه معينه فياخذها عبر هذه المراحل وعبر هذه العمليات الى النهايه. اذا نتكلم عن انستركسيون كما نتكلم عن تعليمات. هذا البرنامج بحال لا تيقوم بالاداء ديال واحد التعليمات المبرمج اول مره انه اعطاها ليه. اذا في اطار صناعه هذا البرنامج المبرمج اعطاه تعليمات، عندما تدخل لك هذه المعلومه تقوم بكذا وكذا، واذا مثلا نقر على كذا وكذا هذا المستخدم تقوم بكذا وكذا، اذا نقر على هذا الزر تكبر الكتابه بشكل معين. اذا طبيعة الحال هذا البرنامج في صناعته انه تضمن تعليمات. اذا انت عندما تنقر على بعض الازرار فانت بطبيعة الحال تعطيه تعليمات. اذا طبيعة الحال هو سيقوم بمعالجة هذه المعطيات من خلال الاوامر التي توجه له والتي يتضمنها، والتي بطبيعة الحال في استطاعته ان صح التعبير. غيستيتي لو فيرب غيستيتي هي انك تعيد شيئا الى اصله الى بدايته. اذا بطبيعة الحال انت اعطيته معلومات، خذ هذه المعلومات شدها ودخل عليها تعديلات حسب ما تعطي من اوامر بالاستعانه بالبرامج، ثم انه يعيد هذه المعلومات اليك، يقول لك خذ النتيجه، يقول لك هاك النتيجه ديالك. يعني انت تعطي معلومات بطبيعة الحال من خلال البرامج، بطبيعة الحال انت عارف البرامج اشنو تتعمل، كما قلنا الان كيديفيني لا سيكونس دي زوبيراسيون افيكتوي. هذا البرنامج يعرف ما يقوم به، تيقول لك المهمه ديالي هي هذه. هذا البرنامج بطبيعه الحال يعرف العمليات التي يقوم بها من خلال مراحل معينه. اذا تيقول لك الخدمه ديالي هي هذه، انت عرفتي الخدمه ديال هذا البرنامج، اعطيتيه معلومات وغيخرج لك غيرد لك غيرجع لك النتيجه. بمعنى اخر غيستيتي يعني انه يعيد لك. بطبيعه الحال غيستيتي كما قلنا هي اعاد للاصل او ارجع شيئا الى اصله. غيستيتي يعني انه يعيد لك، انت في البدايه سلمته معلومات وفي الاخر هو يسلم لك النتيجه. بمعنى اخر كانه ياتي بهذه النتائج الى المربع الاول حيث تسلم منك المعطيات. اذا غيستيتي هو يسلم لك النتيجه من خلال لي بيريفيريك، من خلال المحيط. طبعا حتى نتكلموا على ما يحيط بالحاسوب، ما يلحق بالحاسوب. مثلا تنتكلموا على لامبريمونت، على الطابعه، تنتكلموا على البوقين او البوق، نتكلم على الميكروفون، نتكلم عن الفاره، نتكلم عن لوحه الازرار. اذا هذه كلها محيطه بالحاسوب، اذا نسميها بيريفيريك. طبعا الحال هو سيعيد لك هاد النتائج، ما غاديش يعطيها لك في يدك، طبعا الحال غادي يعطيها لك من خلال هاد لي بيريفيريك. الى اول مره من خلال الميكروفون ادخلت له صوتا، او من خلال اليو اس بي مثلا دخلت لي واحد الصوت او واحد الفيديو، غيرجع لك من خلال البوقين او من خلال الشاشه، او يرجع لك مثلا هاد المعطيات من خلال لامبريمونت، من خلال الطبيعه الى اخره. اذا نكتفي بهذا القدر، حياكم الله والى لقاء قادم باذن الله.